ليلة صافية رائعة، جو كورة اليوم، جو كورة يا جماعة. لو كنت مكان لاعبين راح أسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة، منتظر كرة قدم ممتعة اليوم، ننتظر أن نشاهد عمل رائع من اللاعبين، يكون فيها أهداف، فيها متعة، فيها إثارة، فيها مستوى عالي، فيها كورة. نتواجد اليوم في ملعب رائع فورسبيرغ. هونغلا يستعيد الكرة بعد ضغط هائل. أولسن انطلاقة في وسط الملعب. توكو إيكامبي. هونغلا سرعة في استعادة الكرة. فورسبيرغ واللاعب والحكم الثاني يقول تسلل. فاي إيزاك هونغلا يلعب كرة للجانب الأيمن. تمريرة جميلة، موجود هنا لقطع الكرة. والآن الكرة ملعوبة للأمام، إمكانية مرتدة الآن، لمسة على اليسار. يا سلام على المرور الجميل، على المهارة. التسديد الآن مرة أخرى، حارس كبير يثبت أنه حارس كألف. يا لها من كرة، ويا له من تألق، ويا له من حارس مرمى. السويد وركنية أولى في اللقاء. ويسدد، خيبة أمل كبيرة على إضاعة فرصة قريبة من المرمى. أولسن لم يكن موفقا هنا، ربما عليه تجربة حلول أخرى للوصول للمرمى في المرات المقبلة. فاي فورسبيرغ تدخل في الوقت المناسب لاستعادة الكرة من جديد. فرصة هجوم معاكس، والكرة بعد ذلك فيها تسلل. ممتاز في التمرير، يلعب كرة على اليسار. فورسبيرغ إكدال، مباراة يخيم عليها التعادل بدون أهداف، بالتأكيد مباراة 0-0 غير محبة. مش تسديدة في اتجاه المرمى. فورسبيرغ تسديدة، جول للسويد. السويد افتك الكرة بدون أخطاء، من هنا بدأت الخطورة، نجحوا في استغلال فرصة والهجوم المرتد السريع ثم ترجموه إلى هدف. The goal score for Sweden after 43 minutes is Number 8.
أصبحت النتيجة الآن هدف مقابل لا شيء. يسيطر على الكرة. الحكم يعلن نهاية قوة شخصية في هذا اللقاء وأيضا تألق كبير أمام المرمى. تتواصل المباراة مجددا أعزائي المشاهدين مع انطلاقة الشوط الثاني. السويد يغير كل شيء في هذه المجموعة بهذا الهدف. يعتمد هنا على الهجمات المرتدة في اسلوب لعبه، يحاول استغلال المساحات اللي يتركها الخصم في الخلف وينقل كرة بسرعة من الدفاع الهجوم. طبعا التحول السريع من الدفاع الهجوم راح يسبب مشاكل لإيزاك. روعة روعة روعة، الكرة في المرمى. رغم الرقابة كان ينجح في التسجيل بكل هدوء، لا يمكن إيقافه بسهولة. لعبة رائعة منه، يعرف كيف يتخلص من الرقابة، يعرف كيف يتعامل مع الضغط. هذه سمات اللاعبين الكبار. النتيجة 2-0. واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة، تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. اعتراض رائع للكرة. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. تعود الكرة بسرعة، يلعب الكرة إلى الوراء. فورسبيرغ، ليس في هذه المرة الكرة جاءت بعيدة عن المرمى. مثل هذه المواقف تبين لك قدرات إمكانيات اللاعب وأنه قادر على أن يهز الشباك من هذه المسافة. فرصة ذهبية لكن لم يترجمها إلى هدف. ما الذي حدث هنا؟ كرة راسية، ربما كانوا سيتلقون العقاب على هذا الخطأ. وهذه رمية جانبية. أولسن يلعبها بينية، يستقبل كرة في وضعية ممتازة. كولوسيفسكي كان في المكان المطلوب لكنه لم يتمكن من ترجمة الكرة لهدف. يلعبها في المساحة، كرة في المساحة الخالية ويبحث عن خيارات. كان واضح أنه عازم على الاستمرار في الأمام لولا التدخل الدفاعي اللي حرمه من الكرة. كان أمر حتمي وطبيعي أن يفقد الكرة، لن يقدر على تجاوز الجميع بمفرده، ربما عليه أن يلعب بشكل جماعي أكبر. بينية رائعة. كولوسيفسكي يبعد الكرة عن المرمى. فورسبورغ نجحوا في تخليص كل الكرات. محاولة تسديد، هدف آخر. مباراة في جانب واحد هذا اليوم، من اتجاه واحد في هذا اللقاء كما نشاهد. تساهلوا في الضغط عليه، استحقوا العقاب منه. The goal score for Sweden after 81 minutes is number 21. Substitution. سيتم التبديل الآن. النتيجة 3 أهداف نظيفة الآن. كولوسيفسكي يلعب كرة طويلة على الطاير.
أضاع فرصة سهلة للغاية. راحت الكرة. ضربة رأسية لكنه لم ينجح. كولو. انتهت المباراة. قدموا عرضا رائعا من اللاعب الهجومي. كانوا يخترقون الدفاع متى أرادوا. إيزاك رجل مباراة اليوم عن جدارة واستحقاق. برافو يا معلم. تستحق.